مساء الخير، انا الدكتور احمد حسين ابو فريخه، استاذ امراض النساء والتوليد بكليه الطب جامعه طنطا، واستشاري المناظير واستشاري بمستشفيات الشرطه بوزاره الداخليه. النهارده بنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو موضوع المناظير في علاج العقم. المناظير شخصت حاجات كتيره جدا جدا جدا، بحيث جعلت العلاج بتاع العقم اكثر سهوله واكثر يسر. المناظير النساء في عندنا انواع كتيره جدا من المناظير، في عندنا منظار عنق الرحم، وفي عندنا منظار الرحم، وفي عندنا منظار البطن. من اكتر الحاجات اللي بتستعمل في النساء والتوليد هو منظار تجويف الرحم ومنظار البطن. نتكلم النهارده عن منظار تجويف الرحم. منظار تجويف الرحم حقيقه وصل لمرحله ان هو بقى منظار تشخيصي وجراحي في نفس الوقت، بمعنى ان ما عادش زي زمان المريضه بقت بتاخد اي تخدير او بنج، بالعكس بقت حاجه اسمها اوت بيشنت بروسيجر، يعني بمعنى ان المريضه بتيجي بيتعمل الاجراء ده في العياده، بيتم التشخيص بدقه وبدقه عاليه جدا جدا. التشخيص من اول بقى عنق الرحم لتجويف الرحم لنفاذيه الانابيب او اول مليمترات من الانابيب، وفي نفس الوقت وفي نفس الجلسة إذا ظهر أي عيب داخلي في عنق الرحم أو في تجويف الرحم بنقدر نعالجه وبدون أي تخدير نهائيا. بمعنى أصح، إن لو في مثلا أورام لوفية في تجويف الرحم، لو في عيوب خلقية كحواجز رحمية، لو في التصاقات داخلية داخل الرحم، أي حاجة من الحاجات دي بنقدر نعالجها on the spot. بمعنى إن لو الحاجات دي موجودة بنقدر نعملها وبدون تخدير وبدون أي حاجة، المريضة بترجع في نفس اليوم بيتها وكأن مفيش أي حاجة مشاكل خالص. الموضوع المنظار الرحم ده بيستغرق حوالي من دقيقة لخمس دقائق حتى الجراحية منها، ويتم تسجيلها بالكامل على دي في دي، وبندي للمريضة للشفافية، لأن طبعا المفروض أنا قبل ما أبدأ حاجة زي كده بشرح للمريضة أنا هعمل إيه وإيه الأثار الجانبية وإيه اللي هتستفيد منه المريضة، بحيث إنها تقدر تستفيد وتقدر نشخص ونعالج في نفس الوقت. طبعا منظار الرحم من الحاجات اللي عملت ثورة في عالم الطب. إحنا ما أقدرش أنكر إن النهاردة كل الحاجات العيوب الخلقية معظمها اللي موجودة في تجويف الرحم، زي مثلا الحواجز الرحمية الكاملة والحواجز الرحمية غير كاملة والأورام اللوفية اللي في تجويف الرحم، قدرنا ان احنا نعالجها بأمان تام وفي وقت قليل جدا وبكفاءة عالية جدا جدا، لدرجة ان بعدها بشهرين او ثلاث شهور لما يحصل تمام الشفاء للجزء اللي انا شغال عليه ده، غالبا بيحصل حمل نتيجة ان الحاجات الموجودة داخل الرحم زي الاورام اللوفية والحواجز الرحمية دي بتمنع البويضة المخصبة انها تمسك في الغشاء المخاطي المبطن لجدار الرحم، وبالتالي ما يحصلش حمل. بمعنى ان كل ما بيجي البويضة المخصبة تمسك في غشاء المخاطي المبطن لجدار الرحم بتنزل. فعلشان كده التشخيص ده مهم جدا 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 كمرحلة بدائية. طبعا العملية دي اصلا بتجرى 1 إلى 2 يوم بعد الطهارة من الدورة. ليه؟ علشان انا اتأكد تماما ان الدم مش هيضايقني. الطرق التشخيص في عندنا انواع كتيرة جدا من مناظير الرحم. في عندنا انواع بقوة ميكانيكية، في عندنا انواع بقوة احادية الكهربية، وفي عندنا انواع بقوة ثنائية الكهربائية. احنا بصراحة بنشتغل بكل حاجة، بس بنحاول دلوقتي نعمل اقل اضرار للمريض بحيث ان نقدر نشخص العيوب دي في اقل وقت، وفي نفس الوقت ترجع المريضة بيتها بدون اي مشاكل خالص. حتى الالتصاقات الداخلية، يعني احيانا مرضى كتير جدا بيعملوا عمليات كحت وعينة. بعد عملية الكحت بيحصل، لو هي عملية الكحت فيجرس شوية أو إن هي قوية، فبيحصل التصاقات داخل الرحم. الالتصاقات دي بنقدر نشوفها وبنسجلها على دي في دي وبنديها للمريضة عشان يبقى فيه شفافية، وفي نفس الوقت بيتم إزالة هذه الالتصاقات. الالتصاقات طبعا متقسمة أنواع، في من الدرجة الأولى والدرجة الثانية والدرجة الثالثة والدرجة الرابعة. كل ما تكون الالتصاقات اكتشفتها بدري، كل ما تكون الكفاءة بتاعة المنظار الرحم الجراحي أعلى وأقوى، وفي نفس الوقت بعدها بشهرين ثلاثة بعد تمام الشفاء بيحصل حمل سريع. وأتمنى لكم كل سعادة وكل شفاء. شكرا جزيلا، مع السلامة.